السلام عليكم. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي تيخص الصحراء المغربية. فاليوم في مدينة غوتنبرغ في السويد، كيف العادة غادي للمكتبة ديال المدينة. فمن بعد ما خرجت نتفاجأ تنشوف اللي كاينه واحد المحاضره على الصحراء المغربيه اللي منظمينها نشطاء من الانفصاليين ونشطاء سويديين اللي تصدامنا مع البوليساريو في هذه القضيه. في هذه المحاضره كانوا تيهضروا على الاوضاع اللي تعيشوها الصحراويين في الصحراء المغربية. بطبيعة الحال هما ما تيقولوش الصحراء المغربية، تيهضروا على بأن المغرب هو اللي محتل الصحراء وأن السلطات المغربية تضطهد دوك الناس اللي عايشين تمايا. فكانوا تيحاولوا من خلال هذه المحاضرة يوصلوا للسويديين باللي راه دوك الناس مستعمرين والسلطات المغربية ما تحترمش القوانين الدولية وحقوق الإنسان. وسجلت شي فيديوهات، واخا ما كانش عندي الاسباس باش نسجل محاضرة كاملة. المهم هادشي تيعني ان دوك الناس تيتقاتلوا على القضية ديالهم. فما جيناش غريب واحد النهار نسمعوا، سمحوا لي على هذا الانقطاع، مشكل ديال الاسباس عاوتاني. شنو كنا تنقولوا على بلي ما يجيناش غريب نسمعوا، بحال كيف سمعنا مؤخرا ان حكومة السويد حاولت تعترف بالجمهورية الصحراوية. علاش؟ حيت هادوك الناس يحاولوا يوصلوا الرأي ديالهم، يحاولوا يوصلوا القضية ديال ديك المنطقة من المنظور ديالهم. وفي غياب كيف تنقولوا لا فيرسيون المغربية، حتى واحد ما تيهضر على القضية ديال البلاد ديالنا. السفارة ما تتلعبش دورها، وزارة الخارجية ما تتلعبش دورها. يعني عادي ان المجتمع المدني هنا في السويد غادي يضغط على الحكومة ديالو حيت سمع رأي واحد، تعرف ان دوك الناس مستعمرين طرفنا. فلهذا خص الدولة ديالنا تلعب دور ديالها انها توصل الى قدرات الجميع دول العالم، ماشي السياسيين، توصل للمجتمع المدني ديال كل دوله خصوصا هنا في اوروبا باش يعرفوا بالقضيه ديالنا. اقل شيء في الانترنت ما لعبينش دورهم. الا طلينا على ويكيبيديا الا كتبتي المغرب غادي يعطيك بلي راه المغرب دولة اللي هي مستعمرة الصحراء الغربية. يعني فين هما هاد الناس هادو اللي مقابلين هاد الامور بحال هكا في وزارة الداخلية هذا نداء للحكومة المغربية، ما تبقاش ناعسة حتى تبدا تنوض دول اخرى ولا شي حاجة باش تبغي تعترف بدوك الناس. عاد نوضو حنايا نجارة وتيكون بعض المرات طرد اللي هو همجي ماشي في المستوى بحال كيف داروا مع السويد. نخليكم تشوفوا واحد جو فيديوهات وتصاور تشوفوا، واخا ما كانوش الناس حاضرين بزاف، ولكن اللي بغيت نوصل هو ان هادوك الناس ما ناعسينش، وحنايا ناعسه الحكومه ديالنا، ناعسين الناس ديال السياسه ديالنا، ناعسين الناس اللي تيتخلصوا فلوس كثيره من اجل هذيك القضيه.
فا يا ديروا خدمتكم، يا جمعوا دوك الفلوس اللي تيخلصوا المواطنين المغاربه من الضرائب ديالهم وردوهم للمغاربه، استثمروهم في المغرب، ما تبداوش تعطيهم دوك الناس اللي ماشي في المستوى. وشكرا، السلام عليكم. Bygger enbart på bevis som har tagits fram under tortyr. Och de som då ställs inför rättegång, som sen inför rättegången då säger att jag skrev under det här erkännandet under tortyr, det tas aldrig upp. Efter den rapporten så är Amnesty International förbjudna att komma till Marocko. Och detsamma gäller då Human Rights Watch. Så det är den historien. Alltså marockaner, västsaharierna är ju en minoritet i den ockuperade delen. Och det de krävde vid det här protestlägret, det var alltså rätt till arbete, som den här mannen sa, rätt till bostäder och egentligen ett slut på ockupationen. Och det var en fredlig protest och den slutade med fullständigt kaos. Och vad de här 24 personerna då har